بسم الله الرحمن الرحيم. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيدات والسادة، على أرض سيناء صارت أقدام كثير من الأنبياء، وفي باطنها المبارك حوت أجساد أطهر الشهداء. على أرضها المباركة نزلت أولى الرسالات السماوية، وبين ثنايا جبالها صارت العائلة المقدسة في رحلتها إلى مصر، وفوق جبل طورها صلى نبي الإسلام في مصراه إلى بيت المقدس. لم يحظ مكان في الدنيا بمثل ما حظيت به سيناء من مكانة دينية وتاريخية. هذه الأيام تحل علينا الذكرى 36 لتحرير سيناء الحبيبة، يوم أن عادت إلى أحضان الوطن الأم، وعادت معها رايات العزة والكرامة ترفرف على كل شبر من ثرانا المقدس. وبهذه المناسبة تنظم القوات المسلحة الندوة التثقيفية 28، وخير ما نستهل به ندوتنا آيات بينات من الذكر الحكيم والقارئ الشيخ خالد الجرحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. تسجل لنا صفحات التاريخ المصري أن سيناء كانت دائما البوابة الشرقية لمصر ومعبر جيوشها لصد الهجمات البربرية التي كانت تستهدف الدولة المصرية، في تلاحم فريد بين شعب مصر وجيشه عبر كافة العصور المختلفة، حتى أصبحت سيناء أسطورة مكان وملحمة شعب. عن هذا المضمون نعرض هذا الفيلم التسجيلي.
بين عبق التاريخ وسحر المكان تجلى على أرضها الرحمن، سار الأنبياء في دروبها، نقش التاريخ قصص الخلود. نبض وطن لا يعرف الاستسلام. سيناء أسطورة مكان وملحمة شعب. على حدود الماضي والمستقبل تقع سيناء في موقع استراتيجي فريد جعلها مركز العالم القديم والحديث. الأرض المقدسة سيناء. في زمن السيد المسيح اعتبرت سيناء هي الممر القوي الذي جاءت من خلاله العائلة المقدسة إلى أرض مصر، باعتبارها بلد الأمان وأرض الكنانة وأيضاً الملجأ الآمن الذي تستطيع أن تعيش فيه العائلة المقدسة. هذه الرحلات النبوية المباركة على أرضها جعلت لسيناء عظمة وجعلت لها قدسية خاصة في قلب كل مسلم وكل مسيحي، فقد ورد ذكرها صريحا مرتين في القرآن الكريم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. سيناء رمز العزة والكبرياء. حرب 73 التي استطاعت مصر أن تحقق فيها كل ما كانت ترجوه أكثر، لأنها استطاعت أن تثبت أن أرض سيناء هو جزء من العرض المصري، هو جزء من الثقافة المصرية، هو جزء من الأمن المصري، وأننا لا يمكن أن نتخلى عن سيناء مهما كانت الأسباب ولأي طرف مهما كان هذا الطرف. عقيدة راسخة في قلب شعب وجيش لا يقبل بالتنازل ولا يرضى بالمساومة. حد فاصل بين الحرب والسلام، بين الممكن والمستحيل. وتأبى أرض سيناء إلا أن تعيد كتابة تاريخ جديد من سجلها الحافل بالبطولات عبر مواجهة التحديات الأمنية للبؤر الإرهابية، تلك التي أوهمت نفسها بإمكانية إقامة إمارة لها على هذه البقعة المقدسة من أرض مصر. سيناء أرضنا، إحنا نموت ولأن حد يقرب من أرضنا. ستقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية بالثأر لشهدائنا. سنرد على هذا العمل بقوة غاشمة. فكانت أكبر عملية عسكرية لمقاتلي الجيش والشرطة. العملية الشاملة سيناء 2018، والتي شهدت أضخم تجميع قتالي لأبطال مصر برا
وبحرا وجوا، وجاء الرد موجعا. عشان افهمكم ان انتم اشراف وابطال ورجال وعظام ان شاء الله. ان شاء الله هنيجي نحتفل بفضل الله سبحانه وتعالى بالنصر الكامل على خوارج العصر. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها سيناء، وسعيا للاستفادة من ثرواتها وأماكنها المقدسة وموقعها الفريد، عزمت القيادة السياسية أن تعيد بناء مجد هذه الرقعة الغالية من أرض مصر الطيبة من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات. لنحفر سطوراً مضيئة وواعدة لمستقبل سيناء، ليعم الخير على كل ربوع البلاد. منظومة أنفاق هي الأضخم في تاريخ مصر. سلسلة من الكبار العائمة لخدمة المناطق السكنية التجارية الحيوية بين الشرق والغرب، شبكة واسعة من الطرق، وكذلك زيادة الحارات المرورية وتحسين القدرة على مواجهة السيول، وتطوير مطار البردويل الدولي للأغراض المدنية. مدن سكنية متكاملة مصممة على أحدث التقنيات شمالاً وجنوباً. العديد من المدارس الجديدة والمعاهد الأزهرية، إلى جانب رفع كفاءة المدارس الحالية، وضع حجر الأساس لمستشفيات مركزية جديدة، ورفع كفاءة المستشفيات الحالية، ونقاط الإسعاف والوحدات الصحية، وتوفير عدد كبير من الأجهزة الطبية، العديد من محطات تحلية المياه، وسحارة سرابيوم لإنبات بذور التنمية، استصلاح وزراعة الأراضي الرملية، وتوفير آلاف شتلات الأشجار المثمرة لزراعة آلاف الأفدنة. وقد شهدت الصناعة انطلاقة نوعية وكمية من خلال زيادة خطوط إنتاج مصانع الأسمنت ومجمع للرخام والجرانيت بالمليز، والشركة الوطنية للصناعات الغذائية برفح، وكذا تأهيل البنية الأساسية للعديد من المصانع. وجاري العمل في مشروع تنمية شرق بورسعيد في منطقة شرق التفريعة، وإنشاء أرصفة بحرية ومناطق لوجستية وصناعية وسكنية ومزارع سمكية، لتشهد مصر قريباً طفرة في الاكتفاء الذاتي من الأسماك. ولأن شباب اليوم هم محور الاهتمام، فتم الانتهاء من المرحلة الثانية من المدينة الشبابية في شرم الشيخ. سيناء حلم وطن يتحقق بسواعد أبنائها. قطعنا الكثير، لكننا نتعهد أن القادم أفضل. سيناء أسطورة مكان وملحمة شعب. سيناء سيناء أرض الله اللي قربها يوم ما كلم موسى وصى عليه. واحد فيها مصبوح.
معاش حق وبلاش لما كان في حرب مستناش سينا جت بتضحيات حب انت رزان سينا جت بسلام ما سلمناش بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني ذلك هو الشعار الذي تربينا عليه داخل وطن تنبض عروقه بالعربية لغة ودما ووطنية ونسبا بعد حرب يونيو 67 احتلت إسرائيل مجموعة من الأراضي العربية وبعدها بست سنوات فقط خاضت مصر مع شقيقتها سوريا الصمود سوريا الإباء والفخر والعروبة حرب أكتوبر المجيدة والتي كان من نتائجها أن استمعت إسرائيل لنداء الحكمة والعقل الذي أطلقه الرئيس الراحل محمد أنور السادات لم تكن مصر ولا زعيمها يسعيان أن تعود إلينا أرض سيناء فقط ولكن الهدف المرجو كان عودة كل الأراضي العربية المغتصبة عن هذا المضمون يحدثنا أحد المقاتلين في المعركة الدبلوماسية التي خاضتها مصر لاستعادة أرضها الرجل الذي يحمل على عاتقه مسؤولية إعادة اللحمة إلى الجسد العربي مع السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية سيادة الرئيس أود في بداية هذا الحديث أن أعبر لسيادتكم عن عميق التهاني بمرور 36 عاماً على تحرير سيناء تحرير الكامل أود أيضاً أن أقول لهؤلاء الأحياء من الجيل الأعظم في تاريخ مصر جيل أكتوبر كل سنة وأنتم طيبين وأن أحيي أيضاً شهداء هذا الجيل الأعظم الذين سقطوا في عام 73 التحية واجبة للشعب المصري وللقوات المسلحة المصرية ثلاث نقاط سيادة الرئيس أستأذنكم في طرحها في البداية وأقول شخصياً أثق أن حديث اليوم لن يضيف لسيادتكم كثيراً أني أعلم مدى التزامكم وتعمقكم ودراستكم وما قضيتموه في حياتكم لكي تتعمقوا في هذه التجربة تجربة النضال المصري من أجل استعادة سيناء ملحمة 15 عاماً من النضال لاستعادة سيناء هذه نقطة أولى النقطة الثانية حديثي ينصب أساساً لكل مصري يقل عمره عن 50 عاماً هؤلاء المصريين الذين لم يشهدوا هذه الملحمة أو على الأقل لم يشاركوا فيها لأنه كان عمرهم يقل عن 5 سنوات نقطة الثالثة الأخيرة قبل الحديث هو أن المطلوب تغطية 15 عاماً من النضال في 15 دقيقة
وبالتالي سوف يكون هناك إيجاز، ولكن أستأذنكم سيادة الرئيس في بعض الدقائق الإضافية. تبدأ الملحمة، وهي فعلا ملحمة، تبدأ الملحمة يوم 9 و10 يونيو 67، عندما انطلق الشعب المصري وخرج إلى الشوارع والميادين والقرى والمدن ويقول سوف نحارب، سوف نرفض الهزيمة، سوف نرفض الاحتلال. وتتلقف القيادة المصرية في هذا الوقت الموقف وتقرر أن تنطلق في عملية عسكرية دبلوماسية تعكس وجهي العملة للسياسة، وهو الأمن القومي المصري. وننطلق في الطريق على المحور العسكري، وأتحدث في جمع من العسكريين على المحور العسكري. كان هناك في تقديري وطبقا لمتابعتي على الأقل 5 نقاط أساسية. النقطة الأولى كانت في العمل على استعادة الثقة بالنفس ورفع معنويات القوات المسلحة. منذ اليوم الأول للتصدي والتحدي، وتتحرك القوات المسلحة في تحقيق هذا الهدف على 3 محاور. فيما يتعلق بالمحور الأول وهو القوات البرية، كانت معركة رأس العش أسابيع قليلة بعد 5 يونيو تتصدى فصيلة من القوات الخاصة لوحدات مدرعة وتمنع وصولها إلى بور فؤاد. وفيما يتعلق بالمحور الثاني القوات الجوية، في 15 يوليو سنة 67، وبعد تدمير ساحق لهذه القوات في معركة يونيا، يطلع 175 طلعة طيران يوم 15 يوليو 5 أسابيع فقط بعد هزيمة 5 يونيو، وتتصدى لمدرعات العدو. أما البحرية فقصة إيلات في أكتوبر 67 واضحة للعيان جميعا. كان هذا هو المحور الأول. المحور الثاني والثالث والرابع والخامس هو علينا أن نعد القوات المسلحة إعدادا جيدا، وكان التدريب شاق. علينا أن نسلح القوات المسلحة بأنظمة جديدة، وكانت أنظمة فاعلة وقادرة. علينا أن نفرز قيادات جديدة، وظهرت قيادات جيل أكتوبر، وهي قيادات بمنتهى الأمانة سيادة الرئيس لا تنسى في التاريخ المصري. هؤلاء القادة والرجال الذين قادوا من أول الفصيلة المشاة لغاية الجيش كانوا فرز جيد للشخصية المصرية. وأخيرا الإنشاءات والخطط، هذا في الشق العسكري في الفترة من 67 ل 73. نأتي للشق الدبلوماسي الذي أيضا بذل كثيرا. انطلقت الدبلوماسية المصرية في 67، وكان الفكر الأساسي لها أننا يمكن بالاجتهاد وبالعمل وبإقناع القوى المختلفة في العالم أن نقنعهم بفرض الانسحاب على إسرائيل. وكانت في خلفية الرأس تجربة 56 عندما تم تخليص سيناء في عام 56-57 بعمل دبلوماسي جيد نشط عبر الأمم المتحدة. وتذهب مصر إلى مجلس الأمن وتستخلص القرار 242 في 22 نوفمبر سنة 67. قرار طويل في عناصر أساسية: عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، إنهاء كافة حالات الحرب، انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في النزاع الأخير، البحث في قضية اللاجئين الفلسطينيين. كانت في وقتها سنة 67 قضية لاجئين وليس قضية دولة، الحق في المرور البريء في كافة
المجاري المائية يقصد بها قناة السويس والمضايق. قرار بقدر ما كان واضحا في شق فيه أو في أنحاء في محاور فيه كان أيضا يتسم بالغموض، لأنه تحدث عن الانسحاب من أراض وليس كل الأراضي. لأي الأحوال تلقفت الدبلوماسية المصرية هذا الموقف وانطلقت في مفاوضات مع الأطراف الدولية المختلفة، ودار زخم شديد جدا في الفترة من 67 لسنة 70 يحاولون فيه تنفيذ القرار في وجه تعنت إسرائيلي هائل. واقترن العمل الدبلوماسي في هذا الوقت ما بين العمل الدبلوماسي طبقا للقرار والعمل العسكري في صورة حرب استنزاف وعمليات عسكرية عبر قناة السويس لتطويع العدو. ويخرج الخبراء السوفيت من مصر وتتشجع لبعض الوقت الولايات المتحدة وتفتح قنوات للاتصالات، ويدور مفاوضات ممتدة تستمر 6 سنوات شاركت أنا شخصياً فيها ولا يتحقق الهدف. يتحدثون عن عودة السيادة المصرية إلى سيناء، ولكن يرددون أن هناك احتياجات للأمن الإسرائيلي ولا يقولون ما هو المقصود بهذه المبررات الأمنية الإسرائيلية. وتقرر مصر أن تذهب إلى مجلس الأمن مرة أخرى طالبة تفسير للقرار 242، ونقدم مشروع قرار في يوليو سنة 73، ويأتي الفيتو الأمريكي ضد 14 دولة تماما مثلما حدث في موضوع القدس في 21 ديسمبر 2017، 14 ضد 1. أذكر في هذا الوقت أن وزير الخارجية الأمريكية كيسنجر تحدث لوزير الخارجية المصرية محمد حسن الزيات في نيويورك وقال له: لقد هزمتم، ومن يهزم عليه أن يدفع الثمن، ليس لدي وقت أضيعه في أي جهد في الشرق الأوسط، عليكم أن تقبلوا الأمر الواقع. وتصل الرسالة إلى الرئيس السادات والقيادة المصرية والقوات المسلحة المصرية وهذا الجيل الأعظم مثلما أسميه، ويعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم 30 سبتمبر. أحث كل مصري أن يقرأ هذا المحضر: إرادة القتال، صلابة المصريين، القدرة على المواجهة، التصميم لاسترجاع الأرض. ويدور حديث طويل، ويطلب الرئيس السادات من المشير أحمد إسماعيل علي أن يعرض خطة القتال المصرية. ويقول المشير أحمد إسماعيل علي وهو نقلا من المحضر، يقول أن هذا الجيل من المصريين عليه أن يسلم إلى الأجيال القادمة، يقصد أنتم، أن يسلمهم أرض سيناء خالية من الاحتلال، وبالتالي يضع الخطة ويقول: سوف نعبر قناة السويس وسوف نوجه إلى العدو أقصى ضربة يمكن أن يتصورها، وسوف نحتل جزء من الأرض، لأننا وإن كنا قد استكملنا تجهيزاتنا وقدراتنا إلا أننا لغرابة الأمر، يقول هذا، نحن الطرف الأضعف، لأن أمريكا تؤيد إسرائيل، ولكننا لن نهزم طبقا لروحنا المعنوية وإرادة القتال لدينا. وبالتالي نتلقى الضربة وننطلق في عملية تفاوضية، ولكن بعد أن نغير من الوضع
والتوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط وفي علاقتنا بين مصر وإسرائيل. ويأتي يوم 6 أكتوبر، يتصل هنري كيسنجر مرة أخرى بوزير الخارجية المصرية الساعة 5 فجرا بتوقيت نيويورك، كانت القاهرة الساعة 12:00 ظهرا، ويقول له: أرجو أن تطمئن القاهرة أن لا نوايا عسكرية لدى إسرائيل ضدكم. ثم وبعدها بساعتين وعندما حدث العبور العظيم يتصل به ويقول: عليكم أن تسحبوا القوات لأن النتائج لن تكون في صالحكم وسوف تخسرون، عليكم أن تسحبوا القوات. ويقول له محمد حسن الزيات: هيهات. تصل البرقية ويقول مستشار الأمن القومي اللواء محمد حافظ إسماعيل: هيهات، سوف تمضي مصر في الصدام المسلح. ويتم الصدام المسلح وتنتهي ويتوقف القتال يوم 28 أكتوبر سنة 73، وللقوات المسلحة المصرية على الجانب الآخر قدرة قتالية هائلة. كتبت في يومياتي في هذا الشأن، كنت أعمل مع مستشار الأمن القومي المصري، كتبت: لقد حققت القوات المسلحة المصرية المهمة المعطى لها، وهو تغيير الوضع السياسي والتوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط بوجود قوات مسلحة قادرة على الجانب الآخر في سيناء، ووجود قوات جوية مصرية قادرة ممكن أن تضرب إسرائيل، بالإضافة إلى أن الوحدات البحرية المصرية موجودة في مدخل باب المندب لكي تغلقه وتقول لإسرائيل: لا معنى لوجودك في شرم الشيخ لأنه نحن متواجدون في مدخل البحر الأحمر في هذا الصدد. وبالتالي تتحرك الأمور، يحدث فض اشتباك أول، يحدث فض اشتباك ثاني في سنة 75، ولكن تتوقف العملية السياسية لأسباب خارجة عن الإرادة المصرية. ويفكر الرئيس السادات كثيرا ثم يقول: سوف أخذ المبادرة مرة أخرى، ومثلما فعلنا في العبور سوف نعبر إلى السلام عبر مبادرة السلام، وتنطلق العملية السياسية مرة أخرى. وكنت في الحقيقة موجودا في هذا الوقت في أطقم العمل الدبلوماسي. ويأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإسماعيلية ليقابل الرئيس السادات في 25 ديسمبر سنة 77، ويقدم له مشروع اتفاقية مصرية إسرائيلية تقول أن السيادة لمصر حتى حدود 1906، أي حدود مصر مع فلسطين تحت الانتداب، أي أنهم يعترفون بحدودنا مثلما هي على مدى تاريخنا 2000-3000-5000 سنة. ولكن يقولون أيضا لغرابة الأمر، وهنا ينبغي أن ندقق فيما كانوا يعرضون، قالوا: لدينا 3 قواعد جوية في شرق سيناء، أوفيرا، إيتام، إتزيون اللي هم الجورة ورأس النقب ورأس نصراني، سوف نحتفظ بها في أرضكم. هكذا قالوا لدينا مستوطنات على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في العريش وما بين العريش ورفح، فيها 10,000 مواطن إسرائيلي سوف يبقون بعد إذنكم، ولكن سوف يطبق عليهم القانون الإسرائيلي. هكذا قالوا، ده كله بعد مبادرة السلام. قالوا: وكل الطرق شرق سيناء سوف تستخدم من قبل القوات المسلحة الإسرائيلية في دوريات لتأمين هذا التواجد. وقالوا: والحركة هي فقط
عرب مصري سيناء، أما بقية الشعب المصري فليس ولا يمكن له العبور. وأخذتنا فترة مفاوضات ومفاوضات شاقة للغاية، خدتنا في القدس، في مصر، في كام ديفيد، في ليدز، في بريطانيا، في ألمانيا، في النمسا، لإقناع الإسرائيليين إنه هذه المطالب لا يمكن القبول بها، أخذا في الاعتبار أنني أنا شخصيا كنت على ثقة كاملة إنه الفرقة 21 ما زالت موجودة، والفرقة 4 ما زالت موجودة، ومدفعيات الجيش الثاني ما زالت موجودة، والفرقة 16 ما زالت موجودة، والفرقة 19 ما زالت موجودة، والفرقة 16 ما زالت موجودة، وكل زخم هذا الجيل الأعظم من تاريخ مصر موجود، القوات المسلحة المصرية موجودة، وبالتالي عليكم يا أهل إسرائيل أن تقبلوا بقبول الإرادة المصرية على كافة أراضي سيناء، وأن تعاد سيناء إلى مصر خالية من كل الوجود الأجنبي، وتقتنع إسرائيل تحت الضغط، ويتم الانسحاب على 6 مراحل. ولكن وفي 6 أكتوبر 81 يسقط الشهيد أنور السادات، وتتململ إسرائيل وتقول هل نمضي فيه، وهكذا كانت الكثير من القراءات والتقارير، هل نمضي في طريق الانسحاب والتسليم لمصر بمطالبها الصادقة الحقيقية، أم أن نبطئ الانسحاب، أم نوقفه، أم أن نجمد المعاهدة الموقعة بيننا وبينهم في 26 مارس 79، وتستلم قيادة جديدة في مصر المسؤولية، وتتدبر وتتحرك بحذر، بحكمة، بتصميم، وتفرض الانسحاب في 25 إبريل سنة 82، ويرفع العلم المصري عاليا، هذا العلم الذي لن ينزل قط. سيادة الرئيس، لن ينزل قط، ولا أقول لألف عام، ولكن أقول أبد الدهر من سيناء، نتيجة لكم أنتم. بقيت نقطتان قصيرتان سيادة الرئيس، وأعلم أن وقتي قد امتد عما هو مطلوب. الإرهاب وسيناء، سوف تنجحون سيادة الرئيس، وسوف ينجح الشعب المصري وقواته المسلحة، وأثق في كل كلمة سوف أقولها. إرادة القتال والتصميم سوف تفرض الهزيمة على خوارج العصر مثلما تقولون. سوف يعاد بناء سيناء وتنميتها. نقطة أخيرة، بعض الأوهام التي صدرت ابتداء من 2003 2004 2005 2006، وحضرت هذا وزيرا للخارجية، يقولون دعونا نتبادل معكم أراض، ويعني بالكثير من السخرية كنا نتلقى هذه هي مش عروض، هذه التقارير المسربة عن الرغبة في تبادل أراضي مع مصر. سيادة الرئيس، سوف تبقى سيناء بكاملها أرضا مصرية لكافة أبناء مصر، وسوف تنجح مصر وفي سنوات قادمة في
إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة على الأرض المصرية كلها، سواء في سيناء أو في قلب مصر. كل التمنيات سيادة الرئيس، شكرا جزيلا. تفضل يا فندم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا مش هطول كتير على الكلام اللي اتقاله، لكن انا عايز اللي قاعدين زي ما قال معالي الامين العام اللي اقل من 50 سنة، انقل له الاحساس اللي انا عشته في الفتره ديت. احنا كان الجيش المصري قبل 67 من الجيوش اللي بيعتبر من الجيوش القوية جدا في المنطقة، وده كان حال اتشكل في وجدان المصريين خلال على الأقل من 56 ل 67، ودي حالة اتشكلت وبقت كل المصريين عندهم ثقة كبيرة جدا في قوة الجيش. النتيجة في 67 كانت ما بتقولش كده. فحصل للجيش وللشعب المصري، ومش بس الشعب المصري، يمكن لدول كتير، حالة من يعني أنا مش عايز أقول كلام صعب، لكن حالة من فقد الثقة والانكسار وانخفاض شديد في الروح المعنوية. وده عشان كده كانت الجهود اللي بتبذل لإعادة بناء القوات المسلحة جهود مضنية جدا، وكان الشعب المصري بيعيشها يوم بيوم يوم بيوم. كل معدة بتيجي المصريين شايفينها ومستنيينها. فالحالة دي اللي اتشكلت في الوقت ده بعد 67 كانت حالة صعبة جدا جدا، وعشان كده الرئيس السادات والجيش في الوقت ده لازم يذكر له بكل تقدير واحترام وانحناء. الحقيقة ازاي هو في وسط الحالة دي اللي كلنا مش مصدقين ان احنا نقدر، كلنا كنا مش مصدقين. انا بكلمكم عن انسان كان موجود، يمكن ما كنتش كبير قوي صحيح، لكن انا كنت رغم صغر السن في الوقت ده، لكن عايش ده. يا ترى هنقدر صحيح؟ يا ترى ممكن؟ مع الوضع في الاعتبار نقطة مهمة قوي، احنا محتاجين كشعب وكقوات مسلحة ان احنا نتعامل دايما بالموضوعية وبالعلم مع قضايانا، مش بالعواطف ومش بكلام، يعني بالعلم والموضوعية. احنا كنا غير قادرين على ان احنا، فرق القوة كان ضخم جدا في الوقت بتاع 73. القرار كان صعب جدا، وعشان كده كان الرئيس السادات وقيادة الجيش في الوقت ده والقوات المسلحة في الوقت ده كانت مستعدية كلها تموت وما يستمرش الوضع ده كده. أنا بتكلم على إيه؟ على الجنود، على الضباط، على ضباط الصف اللي كنا بنقابلهم ونتكلم معهم يقولك لا إحنا كفاية بقى. أنا بقول الكلام ده لكم ليه؟ بذكره دلوقتي ليه؟ عشان اوعوا حد مش ياخد الجيش ياخد البلد، ياخد البلد للحتة دي. كلنا منتبهين وكلنا واعيين وكلنا خايفين على بلدنا عشان اليوم ده ما يتكررش تاني. احنا بنقول الكلام ده النهاردة بعد المدة دي كلها، واحنا الحمد لله سينا تحررت وفي معاهدة سلام، وده خيار استراتيجي احنا مؤمنين بيه ومشغلين عليه. لكن الدروس اللي احنا بنستفيد منها من الحالة اللي احنا عشناها، من قراءتنا لتاريخنا، من توقفنا امام هذا التاريخ للاستفادة منه والبناء عليه.
نفس الكلام القرار بمنتهى القوة اللي اتاخد للحرب. أنا بقول بمنتهى الصراحة، ما كانش في حد في المنطقة وفي مصر يقبل بمبادرة السلام اللي الرئيس السادات طرحها. كان الوقت الناس كلها الوجدان تشكل على عداوة وعداوة شديدة جدا واستعداد للقتال للآخر خالص. ما كانش حد شايف كتير اللي كان شايفه الرئيس السادات وبياخد القرار ده، ما كانش حد شايف. ولو حد رجع للتاريخ وشوف رد الفعل للموضوع كان عامل ازاي على المبادرة ديت، كان لوحده وكان عنده ثقة في ربه وثقة في رؤيته وأمانة القرار اللي ياخده لأجل خاطر يخلي باله ويحافظ على بلده ويستعيد أرضه، ونجح. محدش كتير وقف قدام النقطة ديت وقال إن الرئيس السادات كان لوحده. ما كانش فيه كتير مؤمن بفكرة السلام ساعتها. إحنا بنتكلم بعد 50 سنة عندما تشكل وجدان جديد ووعي آخر وحالة جديدة في نفوس الناس اللي هي حالة السلام والتشبث به. يبقى نقطة واحدة أتكلم فيها معاكم، يا مصريين مش يا جيش، يا مصريين مش يا جيش. هتجدوني دايما بأكرر إن التحدي اللي موجود قدام مصر هو تماسك الدولة المصرية. إحنا التحدي مش خارجي، التحدي مش خارجي، التحدي داخلي. إزاي تاكلوا بعضكم؟ إزاي تموتوا بعضكم؟ إزاي تكسروا بعضكم؟ اصحوا وانتبهوا، هو ده الدرس الجديد بقى، ده الدرس الجديد بقى اللي احنا محتاجين نفضل كلنا حكومة مواطنين شعب مفكرين مثقفين إعلاميين. إذا كنتوا خايفين على بلدكم بجد، شكرا جزيلا. إن سيناء تمثل في العقيدة المصرية قدس أقداس الوطن، فهي أرض مصرية خالصة توارثتها الأجيال عبر آلاف السنين جيلا بعد جيل. وما يتم اليوم على أرضها المباركة من أعمال عسكرية ومشروعات تنموية إنما يؤكد لكل من يريد أن يعلم بأننا لن نفرط في شبر واحد من أرضها المقدسة، وسنظل ندافع عنها ما حيينا، فإما أن تبقى سيناء مصرية وإما أن نهلك دونها. ولعل جرس الإنذار الذي أطلقه السيد الرئيس باعتبار تنمية سيناء أمن قومي مصري يجعلنا نضع تحت هذه العبارة ألف خط وخط: تنمية سيناء أمن قومي مصري. عن التنمية في سيناء يحدثنا السيد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، كل عام وسيادتكم بخير، كل عام وأنتم جميعاً بخير. سيادة الرئيس، اسمحوا لي أن أتوجه بتحية تقدير وعرفان إلى الأبطال رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل الذين يواصلون الجهود والتضحيات في أشرف المعارك،
معركة تطهير سيناء من الإرهاب والثقة في إذن الله، وبإذن الله فإن نصر الله قريب. وتوجه أيضا يا سيادة الرئيس بكل التحية والتقدير والعرفان إلى أهالي سيناء، أهالي سيناء الشرفاء والذين يمثلون خط الدفاع الأول عن وطننا. لقد ضربوا أروع الأمثلة في صمودهم وكفاحهم وفي نضالهم عبر تاريخ الوطن. لقد جسدوا أعظم صور الصبر والتحمل والتعاون المشرف مع كافة أجهزة الدولة في معركة الشرف والكرامة حتى تستعيد سيناء أمنها كاملاً وتعود بهجتها ونضرتها بإذن الله. سيادة الرئيس، كما عهدتك كتائب القتال على التضحية بالروح والدم للحفاظ على أرض الوطن، فإن كتائب التعمير تعاهد سيادتكم على بذل الجهد والعرق حتى لا يتركوا شبراً واحداً من أرض سيناء لا يصله للتعمير، وستكون بإذن الله سيناء المستقبل هي واحد الأمن والأمان. سيادة الرئيس، ما يحدث على أرض سيناء هو طبقاً لرؤية واضحة، رؤية هي تحقيق تنمية شاملة مستدامة في ضوء ما تمتلكه سيناء من مقومات الثروة، تنمية صناعية، تنمية زراعية، تنمية سياحية، استغلال الموقع الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارتي آسيا وإفريقيا. هذه الإرادة، هذه الرؤية تؤمنها وترعاها إرادة سياسية قوية. وكما أعلنتم سيادتكم يوم 25 فبراير 2018 إن مشروع تنمية سيناء مشروع أمن قومي سيتكلف نحو 275 مليار جنيه وسيتم الانتهاء منه في إن شاء الله عام 2022. أهداف واضحة ومحددة، المضي قدما في مجال التنمية بجانب مواجهة تحديات الإرهاب. بداية التنمية بدأت ونحن نواجه الإرهاب ولم ننتظر، ولكن التنمية استمرت وبتستكمل. استغلال الثروات الكامنة ومقومات التنمية في سيناء، سيناء تبلغ مساحتها 61 ألف كيلومتر مربع وتمثل 6% من إجمالي مساحة مصر كلية. إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية جديدة وجاذبة للاستثمار وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل. إنشاء شبكة طرق داخل سيناء لربط شرقها بغربها، شمالها بجنوبها، وكذا مدن وسط سيناء بالإضافة إلى الأنفاق التي تعمل كشريين للتنمية. ربطت سيناء بالوادي فيمكن الوصول في 10 ساعات أو أقل من أسوان إلى رفح، من السلوم إلى طابة ومن الدلتا إلى العريش. الإنجاز واقع على الأرض إن فعلاً التعمير بدأ، وسنستعرض بعد ذلك كل محاور التنمية. مجالات التنمية بسيناء: الأمن والتنمية. هناك التصاق شديد جداً، فلا تنمية بلا أمن، وما يحدث اليوم من التطهير هو فاتحة الخير للتعمير الشامل. في مجال البنية الأساسية، لا يمكن تنمية بدون بنية أساسية قوية. مجال الإسكان، مجال الرعاية الصحية، مجال التنمية الصناعية، مجال التعليم، مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، والمجال الرياضي والثقافي والاجتماعي، ومجالات التجمعات التنموية والمشروعات القومية. هذا ما يحدث على أرض سيناء. في مجال البنية الأساسية، سواء الطرق أو المياه أو الصرف الصحي، في مجال الطرق الحقيقة شبكة الطرق القومية في مصر شبكة مصممة تصميم، لما نسقط عليها ونضع على هذه الشبكة المشروعات القومية اللي قامت، ده بيبين قد إيه قوة هذه الشبكة وارتباط المشروعات القومية على ضوء على جانبي كل الطرق اللي انشئت. مهم جدا ان احنا نرى ان احنا لما تنميه سيناء وارتباط التنميه بشبكه الطرق القوميه بمدن القناه الثلاثه، احنا بناخد من الشرق للغرب، من الجنوب للشمال، وبنوصلها الى المدن الثلاثه، ثم نعبر الى سيناء عن طريق أنفاق جنوب بورسعيد،
اللي هم النفقين اللي هم تم حفرهم فعلا، كوبري عايم في بورسعيد، كوبري عايم في الإسماعيلية، كوبري السلام، ثم أيضا النفق الخامس إن شاء الله اللي هو هيكون في السويس، بحيث إن المرور يكون مزدوج في نفق الشهيد أحمد حمدي. وبالتالي إحنا خدنا الوادي وصلناه بطرق بشبكة طرق إلى مدن القناة الثلاث، ثم عبرنا إلى قناة السويس عن طريق أكثر من 6 شرايين داخل سيناء. فتخطيط الطرق الحقيقة بيربط كل أطراف سيناء بالمدن الرئيسية سواء شمالاً جنوباً في الوسط. وابتدينا لو نعرض المشروعات، رفع كفاءة الطريق الساحلي من العريش حتى الميدان بطول 30 كيلو، وعرض كان دايماً توجيه سيادتك إن كل الطرق الجديدة تكون 3 حارات في كل اتجاه، وده بيدي نوع من النظرة المستقبلية للتنمية على أرض سيناء. طريق العريش رفح بطول 40 كيلو عرض 27 متر، طريق عرضي بطول 144 كيلو، دي الطرق العرضية من بورسعيد إلى النفق، طريق عرضي بطول 160 كيلو وعرض 49 متر، طريق بغداد بير لحفن العريش بعرض بطول 60 كيلو متر وعرض 24 متر، طريق الإسماعيلية العوجة، طريق الجدي بطول 80 كيلو وعرض 10 متر، طريق النفق رأس النقب بطول 250 كيلو وعرض 49 متر، تكلفته وصلت إلى 280 مليون دولار، طريق النفق شرم الشيخ وده بطول 350 كيلو وعرض 68 متر بتكلفة تقريباً 2 مليار، الطريق الأوسط بشرم الشيخ بطول 12 كيلو عرض 60 متر، وطريق رأس النقب نويبع وادي وتير بطول 103 كيلو وعرض 11 متر، طريق طابة النقب بطول 28 كيلو وعرض 11 متر. لما نبص لهذه الخريطة بنجد ان فعلا الوادي ارتبط بسيناء، وسيناء في الداخل كلها ارتبطت بشرايين للطرق للإعداد للتنمية في كل مكان في سيناء. المياه، المياه تحدي، وما يحدث من ندرة المياه في سيناء وكيف استطعنا أن نتغلب عليه. والحقيقة يعني سنجد في سيناء فعلا الفكر هو إزاي تعظيم وأعلى كفاءة للموارد المائية، لأن احنا في سيناء هنجد مشروعات تحلية، في سيناء هنجد آبار مياه، في سيناء هنجد إعادة تدوير للمياه. فالحقيقة يعني هذا هو الفكر، كيف نستطيع تعظيم الموارد المائية لنا وإن احنا نتحدى الظروف الطبيعية ونستطيع فعلا بإدارة رشيدة أن نوفر المياه. ابتدينا بمحطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بطاقة 150 ألف متر مكعب يوم، قابلة للتوسع إلى 250 ألف متر مكعب يوم، نسبة التنفيذ 20% لغاية النهاردة. 4 محطات تحلية موجودين النهاردة في العريش بطاقة 25 ألف متر مكعب يوم، نسبة التنفيذ 85%. تطوير شبكة مياه مدينة العريش وإحلال وتجديد الخطوط الرئيسية، وكانت الشبكة في العريش الحقيقة كانت حالتها سيئة جداً، وبالتالي كان في نوع من الهدر الكبير في المياه، وسيادتك اديت تعليمات واضحه باعاده تصميم وانشاء هذه الشبكه، وللعلم هذه الشبكه فعلا ابتدينا فيها وتكلفتها هتعدي 860 مليون جنيه. دي محطة تحلية المياه بالشيخ زويد بطاقة 10,000 متر مكعب يوم، ونسبة التنفيذ 85%. 27 بير تم تنفيذهم بمدن رفح والشيخ زويد. محطة تحلية مياه البحر في طابة في جنوب سيناء بطاقة 1500 متر مكعب يوم، نسبة التنفيذ 100%. محطة تحلية مياه البحر سهل القاع بمدينة الطور بطاقة 30 ألف متر مكعب، ونسبة التنفيذ 100%.
محطة تحلية مياه البحر برأس ملعب بطاقة 1500 متر مكعب، أيضا نسبة التنفيذ 100%، وجاري الآن تنفيذ محطة ترشيح وتنقية مياه البحر، ترشيح المياه النقية بالإسماعيلية الجديدة بطاقة 140 ألف متر مكعب، تم تنفيذ المحطة بنسبة 100%، ودي محطة تقليدية، وجاري تنفيذ الخطوط خطوط النقل بنسبة 82%، وبالتالي نجد في سيناء الآبار، نجد التحلية، نجد مياه النيل وإعادة التدوير. بالنسبة للصرف الصحي أيضا هناك مشروعات كبيرة في سيناء، مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة بير العبد، مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة الشيخ زويد، مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة نخل، تطوير وتوسعات استكمال خيوطات الصرف الصحي لمدينة الطور، مشروع الصرف الصحي المتكامل أيضا في مدينة الحسنة. في مجال الإسكان هناك طفرة كبيرة جدا في الإسكان في جميع مدن سيناء، فبنبتدي النهاردة وعلى أرض الواقع ابتدينا مدينة سلام مصر شرق بورسعيد، ودي بتتكون من 4340 وحدة سكنية. بالنسبة لشمال بورسعيد شمال سيناء في 2582 وحدة إسكان اجتماعي و332 بيت بدوي في وسط سيناء. بالنسبة لمدينة رفح الجديدة وبالرغم من الظروف والمواجهة بدأت العمل في مدينة رفح الجديدة، وإن شاء الله بتنطلق مع انتهاء التطهير لتكون مدينة نموذجية تحتوي على 10016 وحدة سكنية 400 بيت بدوي. بالنسبة لجنوب سيناء في 9000 وحدة إسكان اجتماعي 400 بيت بدوي. بالنسبة لمدينة السويس الجديدة يجري دراستها الآن، أما مدينة الإسماعيلية الجديدة فهي المدينة الرائعة اللي يعني اتعرضت أكثر من مرة، بتحتوي على 5272 وحدة بمدينة كاملة حضرية على أعلى مستوى من الخدمات ومن الإسكان. بالنسبة للرعاية الصحية هناك طفرة كبيرة جدا في هذه الظروف في الرعاية الصحية في سيناء. مستشفى بير العبد والحمد لله دي انتهت بطاقة 84 سرير وبكامل التجهيزات وتجهيزات غير طبية، وتم تركيب محطة توليد وتعبئة أكسجين، رفع كفاءة المستشفى المركزي بالعريش، ودي أدت دور كبير جدا، والحقيقة تم تطويرها بحيث انها لبت احتياجاته. يمكن هنستعرض بعد كده عدد العمليات وعدد الحالات اللي كانت في العريش وفي بير العبد. مستشفى الشيخ زويد ودي تم انتهاء منها، مستشفى رفح المركزي طاقة 84 سرير وتم تركيب محطة توليد وتعبئة الأكسجين بيها، رفع كفاءة مراكز طب الأسرة في رمانة والقصيمة والجفجفة وبغداد وتحويلهم إلى مركز إصابات وخدمة طوارئ، مستشفى نخل برضو انتهى العمل بها بطاقة 52 سرير وبتمويل 128 مليون جنيه، وزارة الصحة قامت أيضا بتركيب محطة توليد وتعبئة أكسجين، ورفع كفاءة وتطوير مستشفى أبو رديس بطاقة 44 سرير. الحقيقة جرى نوع، وأنا اسمح لي سيادة الرئيس أن أتوجه بالشكر إلى الجامعات المصرية للتعاون مع وزارة الصحة والبروتوكول اللي تم توقيعه بين كلية طب القصر وكلية طب المنصورة والزقازيق والأزهر، بحيث أن هذه الكليات بترسل أسبوعياً أساتذة في جميع التخصصات إلى العريش وإلى بير العبد. والحقيقة لما نبص لعدد العمليات الدقيقة اللي أجريت 5239 عملية جراحية أجريت في مستشفى العريش على يد أساتذة من أمهر الأساتذة في جميع التخصصات، وعدد الأساتذة اللي حضروا في مستشفى مثلا بير العبد وصل 172 أستاذ من جميع التخصصات راحوا وعملوا عمليات وأدوا كشوفات في العيادات الداخلية والخارجية وعملوا عمليات. مستشفى راحوا أيضا لمستشفى نخل
وده ابتدوها من 20 يناير لغاية النهاردة، وعملوا عدد من العمليات دول عدد 27 طبيب من الجامعات المصرية. مجال التنمية الصناعية، في مجال التنمية الصناعية استغلال الثروات الموجودة النهاردة في سيناء والتخطيط لنهضة صناعية كبرى في سيناء تمثلت في طبعا المنطقة الصناعية اللوجستية في شرق بورسعيد اللي هدية 63 مليون متر مربع، دي تعتبر من أكبر المناطق الصناعية لموقعها الفريد في العالم، وطبعا دي طبعا اللي بيديها قوتها ميناء شرق التفريعة وساحات التداول والموقع اللي هو موقع فريد، بحيث ان اي صناعة ستتم في هذه المنطقة ستصل الى اي منطقة في العالم خلال 21 يوم على الاقصر. لما نبص الى جنوب شرق اسيا والصناعات كيف تنتقل من مكان الى مكان، ممكن بتاخد شهرين وشهرين ونص حتى يصل المنتج الى اي مكان في العالم، لكن في هذا الموقع الفريد ده بيوفر وقت كبير جدا بما فيه من امكانيات وبما فيه من ميناء ومناطق لوجستية. المنطقة الصناعية ببير العبد، انشاء وتجهيز مجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الحرفية بالعريش بطاقة 100 مصنع وورشة. الخط الثالث والرابع بعد انتهاء من الخط الاول والثاني بمصنع اسمنت العريش في المنطقة الصناعية ببغداد، والنهاردة بيصل انتاج الانتاج الى 6.5 مليون طن في السنة، وثم البدء في مجمع رخام الجفجافة، وده بيضم 7 مصانع تحت الانشاء والمنطقة الصناعية بأبو زنيمة. في مجال المنشآت التعليمية، وزي ما الخريطة مبينة هناك 47 مدرسة ومعهد أزهري و400 فصل تعليمي أضيف لمنطقة سيناء، منهم عدد 2 مدرسة على النظام الياباني. هناك اهتمام أيضا بالتعليم الصناعي حتى يتواجب ويتم توفير متطلبات النهضة الصناعية والمناطق اللوجستية. فهناك في 3 مدارس صناعية أنشئهم في 30 فصل في أبو رديس ورأس سدر وبير العبد، وتم إنشاء عدد 2 مصنع للمبات الليد وتجميع، وده تدريب لأن المنطقة دي فيها أعلى درجات النقاء في الرمال والسيليكون، تجميع ألواح الطاقة الشمسية، وبالتالي ده تدريب ولتوفير العمالة اللي هتطلب لمشروعات الاستثمار والتصنيع في سيناء. بالنسبة للتعليم الجامعي، بلا شك وجود النهاردة جامعة العريش وإضافتها إلى منظومة التعليم العالي بتسع كليات إضافة كبيرة جدا في سيناء. جامعة سيناء موجودة أصلا، ثم جاري إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز في 3 مدن، في رأس سدر والطور ومدينة شرم الشيخ. في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروع 400,000 فدان، ويمكن هذا المشروع كان موجود منذ مدة ولكن تعثر، وسيادتك أصدرت قرار جمهوري رقم 107 لسنة 2018 بتكوين لجنة لحل جميع مشاكل المنطقة دي اللي هي بتقع في 3 محافظات، بتقع في محافظة الإسماعيلية في الأنطرة شرق، جنوب الأنطرة شرق وسهل الطينة، وفي الشمال في بير العبد وربعة. وبالتالي جاري النهاردة عملية الحصر الدقيق للمناطق الزراعية مع التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الري لتوفير الموارد المائية. ولكن المشروعات الكبرى، وده اللي بقول ان على ارض سيناء هناك فعلا الفكر ابتدى على الارض بين استغلال الموارد المائية الامثل، هناك صحارة سرابيوم دي لنقل 1.2 مليون متر مكعب يوم، تم تنفيذ 70% منها. صحارة المحسمة ايضا لنقل 1 مليون متر مكعب يوم، تم تنفيذ 70%. والناحية التانية بقى في الشرق، محطة مياه بحر البقر اللي هو جاري النهاردة تصميمها، ودي هتبقى أكبر محطة لتنقية المياه في العالم، 5 مليون متر مكعب.
ثم محطة معالجة مياه المحسمة أيضا بدء التنفيذ بنسبة 10%، وإن شاء الله سيادتك مدي تعليمات إنها تنتهي في نهاية العام، ودي بتنقل 1,000,000 متر مكعب. وبالتالي لما نحسب كمية المياه اللي هتنقل ونستخدمها في الزراعة هي في حدود 7.6 مليون متر مكعب يوم. في مجال الثروة السمكية والاستزراع السمكي هناك أكثر من مشروع، فهناك مشروع الاستزراع السمكي بشرق التفريعة لمساحة 15,990 فدان. أما ما حدث من تطوير في بحيرة البردويل، ودي كان الحقيقة أديرت في هذه المرحلة بإدارة نموذجية، وتم السيطرة على 165,000 فدان بإزالة العوائق وإنشاء صالات فرز وتصدير ومصنع فوم ومصنع تلج على أعلى مستوى، ومحطات تحلية المياه، وده أدى إلى إنتاج أنواع ذو جودة عالية جدا من الأسماك، ودي بتعد للاستهلاك المحلي وللتصدير. أيضا بحيرة الصيد بشرق بورسعيد على مساحة 10,000 فدان. في مجال الرياضي والثقافي والترفيهي على أرض سيناء هناك صالة رائعة، الصالة المغطاة بالعريش، ودي تم تنفيذها بنسبة 100%. نادي الفيروز أيضا في الإسماعيلية جديدة، المدينة الرياضية بشرم الشيخ 58 ملعب خماسي منجل، وإنشاء 6 مشروعات ثقافية و3 مكتبات، مكتبات عامة و3 قصور ثقافية. في مجال المشروعات القومية بلا شك سيناء، وعلى أرض سيناء هناك مشروعات قومية كلنا بنعتز بيها وبنفتخر بيها. فيمكن أهم مشروع تم تنفيذ أنفاق السيارات ببورسعيد عند العلامة 19 كيلومتر، وده يعتبر الحقيقة فندم ده كان تحدي كبير جدا تحمله رجال الهيئة الهندسية والمهندسين المصريين بالفترة الزمنية والتكنولوجيا اللي أنشأت بها هذه الأنفاق، ودي كانت إضافة كبيرة جدا للعمل الهندسي في مصر. الأرصفة البحرية أيضا مشروع عملاق بطول 5 كيلومتر وعرض 500 متر، وده يعتبر أكبر ميناء وأكبر أرصفة بحرية تم تنفيذها على مستوى العالم في هذه الفترة الزمنية. ثم ساحات التداول بالرغم من الطبيعة الصعبة جدا في منطقة سهل الطينة والمنطقة دي، ولكن تم تنفيذ ساحات تداول تسمح لعمل سريع ومناطق لوجستية للميناء. ثم تم تطوير مواني العريش، نويبع، الطور. ميناء الصناعات الصقيلة بوسط سيناء على 86,000 فدان، المنطقة دي غنية جدا بالثروات المعدنية. ثم تجهيز مطار البردويل وتم تجهيزه بنسبة 100%، ونفق طبعا النفقين اللي هما زي بورسعيد عند الإسماعيلية عند كيلو 73. إنشاء عدد 26 تجمع تنموي بدوي متكامل. ده مشروع الحقيقة يعني له طبيعة خاصة، في حضرتك 11 تجمع تنموي في وسط سيناء و7 تجمع تنموي في جنوب سيناء. التجمع التنموي هو عبارة عن بيت لكل أسرة، أيضا كل أسرة بتاخد 10 فدادين، منهم 9 فدادين للزراعة وفدان صوب، في منحل. في هذه كل تجمع هنلاقي المسجد، هنلاقي المكتبة، هنلاقي الوحدة الصحية، هنلاقي الرعاية الاجتماعية، وهنلاقي ديوان لدار المناسبات. ثم في 8 تجمعات بدوية، 8 قرى للصيادين في بير العبد. سيادة الرئيس، هذا هو المحاور اللي اشتغلنا عليها، ولكن بإذن الله بعد التقهير وستنطلق أكثر عمليات التعمير بإذن الله. شكرا سيادة الرئيس.
أهل سيناء الشرفاء كانت لهم ولا تزال قصص بطولية. معنا اليوم شيخ من شيوخ المجاهدين شارك في حرب الاستنزاف مع رجال القوات المسلحة، قام بعمليات عسكرية نوعية وكبيرة في العمق الإسرائيلي، وفي إحدى العمليات العسكرية تم أسره وأودع بأحد السجون الإسرائيلية، وأثناء المحاكمة التي عقدت له وقف موقف الشجعان ورد رداً وكأنه هو الذي يحاكمهم. أما باقي القصة فسنترك له الحديث عنها، فهو الأكثر تحدثاً والأكثر تفوهاً والأكثر دراية بها، مع شيخ المجاهدين الشيخ حسن خلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمع المبارك، أحييكم جميعاً في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي. قليل من الوفاء بعد الموت خير من كثيره أثناء الحياة. سأتحدث إليكم اليوم عن نماذج من قادتنا في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر الذين أبلوا بلاء حسناً ورحلوا عن دنيا الناس ورحلوا إلى مستقر رحمة ربهم. وستحدث عن المجاهدين الأبطال، ومن حسن الطالع أن هناك صور موثقة لعمليات عبور المجاهدين في حرب الاستنزاف كانت محظورة وأفرج عنها، وإن شاء الله تروا بعضها على الشاشة. ولكن أنا سأبدأ بالقادة. الرائد عادل ثابت، هذا الضابط أصيب في عينيه أثناء العمليات وعميت عيناه تقريباً. أرسلته القوات المسلحة إلى الخارج للعلاج، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى له عين يبصر بها وذهبت الأخرى. حينما عاد من رحلة العلاج طلب وأصر أن يعود إلى الجبهة. كان من حسن أقدارنا أنا وزملاء أن نعمل تحت قيادته. لقد تعلمنا منه كيف نحتقر الخوف، لأن الموت لا يحتقر. وقد رأيته حينما تحتدم الجبهة بالقذائف والقصف يأمرنا بالنزول إلى الملجأ، ويظل واقفاً بعينه الوحيدة ينظر إلى أماكن تساقط القذائف وكأنه يبحث عن الموت. مواقفه الإنسانية، كان هناك أحد المجاهدين الأبطال اسمه شلاش خالد عرابي مركز بئر العبد مرض خطيراً بعد السلام. حينما علم به أتى إليه من الإسكندرية وأخذه إلى منزله وأدخله أفضل المستشفيات، وشاء الله أن توفي ذلك المجاهد البطل. جهزه وكفنه وعاد به إلى سيناء وقام بدفنه مع أبناء المجاهد، ووقف إلى جانبهم في خيمة العزاء ولم يغادرهم إلا بعد عدة أيام. كان يزور كل المجاهدين الذين عملوا معه، كان وفياً. زارني قرب الحدود الدولية أكثر من مرة. توفي قبل 4 شهور رحمة الله عليه.
المقدم مدحت مرسي، اللواء مدحت مرسي بعد ذلك رحمه الله أسر أحد المجاهدين وترك زوجة وأطفال صغار، توفيت مرض ذلك المجاهد فقام وليس لها أحد، فقام بتجهيزها ودفنها ونصب خيمة العزاء على حسابه الخاص ووقف يستقبل المعزين، ثم تولى أبناءه من بعده ونسق لهم في المدارس وأتى إليهم بالملابس، وكل شهر كان يقتطع جزء من راتبه القليل أصلاً لأسرة هذا المجاهد، وظل يرعاهم 3 سنوات كأب لهم حتى عاد أبوهم من الأسر. أيها الأحبة، المجاهدون لم يكونوا يتغاضوا رواتب لأن الدولة ليس كان فيها مال، كل ما أخذوه المجاهد وهو موثق 5 جنيهات في الشهر بإيصال، والقوات المسلحة مشكورة تقوم بإيصال شوال دقيق من دقيق القوات المسلحة إلى أسرة كل شهيد، إلى أسرة كل مجاهد. هذا ما كنا نأخذه، وكنا في قناعة، وكنا في سعادة، وكنا نقاتل ونستشهد ونؤسر. المقدم عادل فؤاد، الأب الروحي للمجاهدين، عشقهم وعشقوه، كان آخر من يودعنا أثناء العبور في العمليات وأول من يستقبلنا رحمة الله عليه. العقيد مصطفى كامل، كنا في مهمة استطلاعية أنا وزميل جندي معي من القوات المسلحة نستطلع نقطة حصينة لخط بارليف شرق بور فؤاد. هذه النقطة بور فؤاد أوذيت منها كثيراً، ففكر قادتنا أن نستطلعها من الخلف لعلنا ندخل بعض صواريخ الكاتيوشا ونقصفها من الخلف. اقتربت أنا وزميلي الجندي من النقطة، اكتشفوا أمرنا، فتحوا علينا النيران وضربونا بقنابل بسفورية. أصيب زميلي بشظية قطعت كفه الأيمن، ربطت ذراعه بمنديل وفتحت جهاز اللاسلكي واتصلت بالعقيد، قلت له بيننا إصابة، لم يسألني أي منكما أصيب، فتعامل مع النقطة بمدفعية الهون والدبابات حتى سهل لنا الانسحاب الذي لم أكن أتوقعه. شرق القناة بمسافة 500 كيلومتر تقريبا فوجئت بالعقيد مصطفى كامل يقف أمامي. حقيقة أنا ذهلت وزميلي ذهل، وكان برفقته أحد الجنود. حينما وصل إلينا جثم على ركبتيه وقال لزميلي اصعد على كتفي، وحاول الجندي المرافق أن يقوم بالمهمة بحمل زميله ولكنه رفض، وظل يجري به لمسافة 500 متر حتى أوصله للعربة التي أقلته للمستشفى. هؤلاء هم قادتنا في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، أبدعوا إبداعات في الجبهة حينما تسمعها هي أقرب إلى الخيال ولكنها حقيقة. فكروا في إدخال صواريخ الكاتيوشا وقذائف البازوكا إلى العمق لكي نضرب مواقع إسرائيلية متأخرة في الجبهة وخطوط الإمداد، نسقوا مع البحرية حتى يوفروا لنش بحري يوصلنا إلى نقطة ما على ساحل سيناء. ردت البحرية أن الزوارق الحربية الإسرائيلية نشيطة في تلك المنطقة ولا يمكن إدخال لنش. قال أحد المجاهدين لماذا لا نستخدم الجمال؟ كان قادتنا لا يستمعون لمن يقول المبررات لكنهم دائما يبحثون عن الوسائل. هل الجمل سيعوم قناة السويس؟ قالوا فلنجرب. أرسل المقدم مدحت مرسي وأتى بجمل من قوات حرس الحدود، توجهنا به إلى القناة الغربي في جزيرة البلاح.
نزل ضفدع بشري سحب الجمل، رفض النزول، عدة جنود دفعوه إلى الماء، حينما هوى إلى الماء أنكفأ على وجهه ونفخ بطنه لكي لا يغرق، ولم يبقى ظاهر منه إلا خياشيمه يتنفس بها ومؤخرته خارج الماء ولا يتحرك، وظننا أن العملية فاشلة. هناك جندي من أبناء الفلاحين كان يجلس في أعلى على الرشاش ينظر إلينا، قال: ماذا تريدون؟ قال له المقدم مدحت: نريد أن نعوم هذا الجمل. قال: يا فندم، أنا أعومه. فصعد زميله وجلس مكانه، ونزل الجندي وخلع ملابسه وقفز إلى الماء، أمسك بذيل الجمل وجذبه إلى الأسفل، وإذ بالجمل يطفو من الأمام ويسبح سباحة عجيبة جدا، فسحبه الضفدع البشر إلى الشرق فعبر القناة في 7 دقائق، وأعدوه مرة أخرى 7 دقائق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وحلت المشكلة. سأله المقدم: ماذا صنعت؟ قال: يا فندم، الجزء الأمامي من الجمل أثقل من الجزء الخلفي بالضعف، ولا يمكن أن يسبح في الماء إلا إذا وضعت له ثقل في ذيله. هذا الجندي بعد ذلك أصبح مع المجاهدين هو المتخصص في تعويم الجمال. وحلت المشكلة. ذهبنا إلى الأسواق في الصالحية نشتري الجمال الرشيقة. الجمل يحمل 12 6 صواريخ كاتيوشا أو 12 قذيفة بازوكا. أتينا أحيانا نعبر ب3 جمال، وأحيانا بجملين، وأحيانا بجمل. لعلكم شاهدتم أو ستشاهدون قارب مطاطي فيه عدد من المجاهدين المسلحين. هؤلاء كان ساعة العبور يتسللون إلى الساتر الشرقي ويتموضعون على الساتر لتأمين عملية العبور، فإذا فشلت عملية العبور يشتبكوا فوراً مع القوات الإسرائيلية ويتم تأميننا وسحبنا إلى الغرب مرة أخرى. لم يحدث 10 المرات أن كشفت عملية العبور إطلاقاً إلا مرة واحدة، واشتبك مع الإسرائيليين المجاهدون وسقط شهيداً أول شهيد من المجاهدين الشيخ حسين المسعودي، وشيعت جنازته في موكب عسكري مهيب من الجبهة في جنازة عسكرية أعدت له في ذلك الوقت. عملنا عمليات كثيرة نوعية وكبيرة وهي موثقة، كل ما أتحدث عنه موثق. على سبيل المثال، مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية في العريش، مستوطنة ناحل دكلا في الشيخ زويد، مهبط طائرات الهليكوبتر في مستوطنة مزفك، معسكر بالوزة للإمداد قصف أكثر عدة مرات، في كل مرة ب24 قذيفة كاتيوشا. في إحدى العمليات أنا عبرت وزميل لي بجمل واحد، كان الحمل ثقيل إلى حد ما، ولم نستطع أن نقطع 50 كيلومتر في الليلة الأولى، وأتت طائرة هليكوبتر تمشط المنطقة واكتشف أمرنا ووقعنا في الأسر. تدخلت المخابرات الحربية لدى الصليب الأحمر الدولي لكي يخاطب الجانب الآخر على أن يعاملونا مع معاملة أسرى حرب. رفض الإسرائيلي وقال إن هؤلاء مواطنين سيناويين يخضعون لسلطة الاحتلال، وطريقهم هو إلى المحاكم الإسرائيلية. عن إذنكم، قدمنا إلى محكمة عسكرية إسرائيلية. في صبيحة يوم المحاكمة دخل القضاة العسكريين، حينما رأى القذائف على الطاولة التي أمام المنصة أمر بإخراج جميع المستمعين من القاعة، الإسرائيليين والفلسطينيين، وأمر بإخراج مندوب الصليب الأحمر الدولي الذي أصر على محاكمتنا باعتبارنا أجانب.
فحصلت مشادة كلامية بينهم وبينه، ولكن أخرجوه عنوة ولم يبقوا إلا على مراسل لهيئة الإذاعة البريطانية الذي كان له الفضل في نشر تفاصيل المحاكمة. وقف المدعي العسكري الإسرائيلي يقرأ لائحة الاتهام وخرج بثلاث تهم رئيسية. التهمة الأولى حيازة هذه الأسلحة الفتاكة لكي يقتلوا بها النساء والأطفال الأبرياء الذين لم يعرفوا من هذه الدنيا سوى الابتسامة. التهمة الثانية عبور القناة بدون إذن مسبق من الجيش الإسرائيلي. التهمة الثالثة التدريب على السلاح في دولة معادية وهي مصر. وقف محامي الدفاع قال سادة المحلفين، حيث أنكم تعلمون أنه يطبق في مصر نظام التجنيد الإجباري، فإن هؤلاء المتهمين عبروا القناة مرغمين حسب القوانين العسكرية المصرية، ولذلك أطلب معاقبتهم بموجب قانون العقوبات المصري وهي أقصى عقوبة 10 سنوات. تحدث القاضي مع المترجم فقال لي المترجم: هل يريد أحد منكم أن يتحدث؟ فرفعت يدي فأمرني بالوقوف. قلت له: ورد على لسان محامي الدفاع إننا عبرنا القناة مرغمين حسب القوانين العسكرية المصرية، وهذا غير صحيح. إننا عبرنا القناة بمحض إرادتنا وسنعبرها كلما أتيح لنا ذلك. وورد على لسان المدعي العسكري المحترم إننا أتينا بهذه الأسلحة الفتاكة لكي نقتل بها النساء والأطفال الأبرياء الذين لم يعرفوا من هذه الدنيا سوى الابتسامة، وإننا عبرنا القناة بدون إذن مسبق من الجيش الإسرائيلي. أوجه إليه سؤال أمام السادة المحلفين: على حد علمي أنه لا يوجد في سيناء نساء وأطفال إسرائيليين، اللهم إلا المجندات في الجيش الإسرائيلي، وهل الجيش الإسرائيلي حصل على إذن مسبق حينما عبرت طائراته قناة السويس ودمرت مدرسة بحر البقر للأطفال الذين لم يعرفوا هذه الدنيا سوى الابتسامة؟ عندها صرخ القاضي في وجهي بكلمة عبرية لم أفهمها، فقال للمترجم: اخرس. اختلوا قليلا ثم عادوا. التهمة الأولى 99 سنة، التهمة الثانية 25 سنة، التهمة الثالثة 25 سنة. حينما هم القاضي بالانصراف نظر إلى الجندي الحارس الواقف خلفي ولم يكلمه، ولكن الرسالة وصلت. حينما خرج دفعت ثمنا غاليا جدا، لكن عزيزي يا مصر، عزيزي يا مصر، ألقت المخابرات العامة المصرية على جاسوس إسرائيلي اسمه باروخ كوهين، دخل إلى مصر بجواز سفر مغربي، جن جنون إسرائيل، ضغطت على كل المحافل الدولية أن تفرج عن هذا الجاسوس، فقالت لهم مصر: أعطوني أبنائي من مجاهدين سيناء وخذوا باروخ كوهين، وتم التبادل. وبقي لي في ذمتهم 145 سنة. إخواني، سيناء بعض المأجورين وبعض الموتورين وبعض أهل الشر كما يسميهم السيد الرئيس يحاولون أحياناً دق إسفين بين أبناء سيناء وبين القوات المسلحة وجهاز الشرطة. أقول لهم إننا كأبناء محافظات حدودية لابد نحن دائماً قدرنا أن نعيش في نسيج واحد،
مع الجيش والشرطة، وإننا والجيش والشرطة تخطينا مرحلة التعاون ووصلنا إلى مرحلة العشق، فليريحوا أنفسهم، فليريحوا أنفسهم. أنا ابني شهيد أحتسبه عند الله ولا أزكيه على الله. عائلتي منها 4 شهداء، منهم من قطعت رؤوسهم من هؤلاء التكفيريين. العشرات من أبناء القبائل ارتقوا شهداء وتمموا هذه الجرائم بجريمة مسجد الروضة التي تعرفونها جميعا. إن أحبابي في مسجد الروضة لم يكن قتلهم يتطلب شجاعة، كل ما يتطلبه ضمير ميت وقلب أعمى وإرادة ممسوخة. حينما توفرت هذه الأشياء في شكل آدميين قيل لهم اقتلوا هؤلاء الآمنين المتوضئين الجالسين في بيت ربهم الغافلين إلا عن ذكر الله، فانتهى كل شيء في لحظات، وألا لعنة الله على الظالمين. كلمة إلى إخواني وأخواتي المصريين والمصريات، بلدنا عامر، خيره ممدود ورزقه ميسر، لا تخشوا نفساً افتقرت بعد غنى، فالجود فيها أصيل، واخشوا من نفس اغتنت بعد فقر فالجود عليها دخيل. السيد الرئيس، كلما أريد أن أتحدث إليك أو معك أتهيب خشية أن يتهمني أحد بالنفاق، ويعلم ربي أنني لست كذلك. كسائر المصريين جلست إلى التلفزيون أستمع إليك وأنت تتحدث في مؤتمر الظهران. حينما تحدثت كنت شامخاً، كنت قوياً، كنت عزيزاً، كنت جديراً بثقة شعبك، وأنت تضع النقاط على الحروف، وأنت تضع النقاط على الحروف وتتكلم بمنتهى الوضوح عن سوريا وعن اليمن وعن الإرهاب ومن يمول الإرهاب ومن يدعم الإرهاب ومن خلق الإرهاب. سيد الرئيس، أنا أحبك، حفظك الله من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك حتى تبلغ بهذه الأمة مبتغاها. إخواني في الشؤون المعنوية، أعتذر على الإطالة، السلام عليكم ورحمة الله. شيخ حسن، شيخ حسن، نعم، اسمح لي أن أنا أوجه لك كل التحية وكل الاحترام، وفي كل لقاء وانت بتتكلم بيزداد اعجابنا واحترامنا ليك والاهالي سينا، اهالينا اللي موجودين في سينا. وانا عايز اقول لك ان كل المصريين عارفين ان اشقائهم المصريين اللي موجودين في سينا لا يتحملوا مسؤوليه بعض اهل الشر او اهل الشر اللي موجودين. احنا ما بنحملش ابدا اشقائنا في سينا واهلنا في سينا المسؤوليه في ده. ده أنا بأكدها معاك وبقولها وكل الناس سمعاني. شكرا. لا صحيح، هي الموضوع مش عشان الشكر، لأن احنا مدركين كويس قوي للواقع ده، وهو الإرهاب موجود في سيناء وفي غير سيناء وفي محافظات الجمهورية كلها. لكن أنا عايز أقول لك، بوجه لك الشكر والتحية من خلالك، من خلال شخصك، لكل الله يبارك مصري في سيناء شريف وحريص على بلده. شكرا. وانا عايز اقول لك وارجو ان اهلنا اللي في سينا يسمعوا ان شاء الله. نعم. الحقيقه الفتره صعبه وقاسيه. نعم. وانا عارف ان الاجراءات اللي بتتعمل، نعم، اجراءات انتوا بتتحملوا معانا فيها. نعم. بس عايز اقول لك
لو احنا ما عملناش كده سينا هتروح مننا ان شاء الله. سينا هتروح مننا هتروح. وبالتالي انا بقول الكلام ده للجيش وللشرطه ولكم ولكم على قلب رجل واحد ان شاء الله. واحنا كدوله كشعب مصر اللي احنا بنقول هنعمله في سينا من تنميه، لما جم عرضوا عليا الخطه كانوا حاطين توقيت يتجاوز 22، وانا قلت لهم من فضلكم خلوكم على قد المده اللي انا ممكن اكون عمري موجود فيها لو شاءت اراده ربنا لغايه 22. وبالتالي احنا ان شاء الله اولا الجهد اللي بتقوم بيه الجيش والشرطه وبالتعاون معكم هننهي المهمه دي في اسرع وقت ممكن ان شاء الله يا فندم. ثم ان مجالات التنميه شغاله حتى في المناطق اللي احنا بعيده يمكن عن يعني عن مش عايز اذكر مناطق بعينها حتى لا يستهدفوا احد يعني، ولكن خلونا نحط ايدينا في ايدين بعض. احنا لا نبغي الا البناء والتنميه والتعمير والسلام. انا بشكرك يا شيخ حسن، وفي كل مره تتحدث بتسعدنا وبتفكرنا بحاجات جميله وحاجات رائعه عن اهلنا. نعاهدك سيد الرئيس ان اجتماعهم على باطلهم لن يكون اقوى من اجتماعنا على حقنا. اللهم امين. متشكرين يا شيخ حسن، شكرا. بعد حرب يونيو عام 67 ظنت إسرائيل أنها قد أصبحت في مأمن، وراحت تبحث عن وسيلة لفصل سيناء عن الجسد المصري. ذهبت إلى شيخ مشايخ سيناء في ذلك الوقت الشيخ سالم الهرش، وأغرته بالمال وبالسلطان، وطلبت منه أن يقف أمام مندوب الصليب الأحمر وأمام وكالات الأنباء العالمية ليعلن أن سيناء ليست مصرية وأن أهلها ليسوا مصريين. فماذا كان رد الشيخ سالم على كل هذه الإغراءات؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من حفيدته، مع السيدة سالم، مع السيدة سلوى سالم الهرش. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. فخامة الرئيس، الجمع الكريم، انه لعظيم الشرف ان امثل امامكم اليوم عظيمات سيناء وعلى رأسهم امهات وزوجات الشهداء بقرية الروضة، فهم من روضة الأرض إلى روضة السماء بإذن الله. سيد الرئيس، إنه لعظيم الشرف لي أيضا أن أقدم ما سطره التاريخ عن عظماء وشيوخ ورموز قبائل سيناء وما قاموا به من دور عظيم تسببت فيه المحن الكثيرة للعدوان على مصر وعلى سيناء. فجدي الأكبر الشيخ علي الهرش حارب الإنجليز على أرض سيناء، وسلم الراية بعد ذلك للشيخ سالم الهرش،
الذي طلبت منه إسرائيل أن يقف أمام العالم ويشهد شيخ مشايخ سيناء أنها ليست مصرية، وأنهم سيضعوا صورة الشيخ سالم على العملة، وأنها ستصبح إمارة ويصبح أميراً عليها كإغراءات يطمع فيها كل بني آدم إلا من يعلم قيمة الأرض والعرض والوطنية. فذهب الشيخ سالم الهرش على الفور إلى رجال المخابرات الحربية آنذاك وأعلمهم بما حدث معه، فقالوا له: جاريهم يا شيخ سالم، اقبل. فبلغهم أنه يقبل بموعد المؤتمر، ففرحوا. ولكن وقف الشيخ سالم الهرش في هذا اليوم على أرض الحسنة عام 68، وأحضروا مخرج إيطالي لينقل على الهواء للعالم بأسره شهادة شيخ مشايخ سيناء أن سيناء ليست مصرية. فقال لهم الشيخ سالم: أما أرواحنا فهي زاهقة لله، ولو قلنا غير ذلك فباطن الأرض أولى بنا من ظاهرها، سيناء مصرية وأهالي سيناء مصريون إلى النخاع. سيناء مصرية وأهالي سيناء مصريون إلى النخاع، ومن أراد التداول فيها فليذهب ويقابل الزعيم جمال عبد الناصر. وقاموا بتهريبه إلى الأردن بعد ذلك بالتعاون مع المخابرات العامة. وقال موشي ديان بعد أن بحث عنه في كل مكان: هرب عنا الشيخ سالم بشحم كلاه. هؤلاء هم من علمونا الوطنية. وبعده يأتي دور والدي رحمة الله عليه الشيخ علي الهرش الذي كان محاربا في حرب 73 سلاح مدرعات، وأفخر أن أكون ابن لمحارب في 73. وكم تمنيت أن يكون لي دور، أقسم بالله تمنيت يكون لي دور كأجدادي وكأبي. حتى جاء يوم 30/6 وربنا كتب لي هذا الدور بفضل الله. فجاء الشباب إلى منزلي بمدينة العريش وندهوا علي وقالوا: يا أبلة سلوى، عايزين نطلع من داخل العريش زي المحافظات التانية نقول ارحل، بس المسلحين مالين الشوارع. فخوفوني قالوا: ما تنزليش، الموقف صعب. فقلت لهم: مش هكون بنت الشيخ سالم وبنت الشيخ علي لو ما نزلتش. واخدت السيارة الحمد لله واصطحبت الشباب إلى ميدان الرفاعي، والحمد لله حمانا جيشنا العظيم في هذا اليوم. تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة المصرية التي تحمي شرفكم في سيناء. يا مؤسسة محترمة، يا باقين على مصر، نحن بكم نكون. فخامة الرئيس أحمد الله سبحانه وتعالى الآن أم لبطل. حيوا معي أسود الحربية، تحية إعزاز وتقدير لأسود الحربية. فأنا أم لطالب مقاتل محمد محمود محمود سلمان ابن سيناء. محمد موجود؟ موجود يا فندم. وقف يا وتحت محمد. أمر مصر يا فندم. فخامة الرئيس
نقدم أغلى ما لدينا للوطن، مستعدين نحن وأهلنا في سيناء وأبنائنا وأزواجنا ومشايخنا، مستعدين جميعاً أن نكون يداً بيد مع جيشنا وشرطتنا على أرض سيناء. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما هم خير أجناد الأرض يا رسول الله، قال هم وأزواجهم وأبنائهم في رباط إلى أن تقوم الساعة. ونحن فعلا يا سيادة الرئيس نعاهدكم أن نكون في رباط على أرض سيناء إلى أن تقوم الساعة. سيادة الرئيس، حينما يقولون لي اسمك مكتوب في الاغتيالات اهدي شوية، برد وأقول اللي جيشها الجيش المصري ما تخافش، أقسم بالله أنا لا أخاف بكم خير أجناد الأرض. فخامة الرئيس حملني أهالي سيناء لكم كل المحبة والتقدير. بنهنيك على الفترة الرئاسية الجديدة، ويشهد الله إن كل القبائل وكل الفلاحين تلاحمنا معا لكي تظهر هذه النتيجة المشرفة، ومستعدين معك حتى نرى سيناء العالمية. وعدتنا بها ونثق فيكم ونثق في جيشنا العظيم الذي يقدم معجزات لا إنجازات على أرض مصر. لكم من سيناء ومن قلب سيناء كل الاحترام والإعزاز والتقدير، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. يا حاجة سلوى، بقى معقول يعني سيدات مصر ما انتم منهم يعني؟ نعم. أنا بشكرك. شرف لينا يا فندم. وشرف لينا احنا كمان. ربنا يخليك. صحيح. أنا بشكرك ومن خلالك بشكر كل سيدة مصرية في سيناء حريصة على أرضها وعلى بلدها. نحن مجندين في كتائبكم يا فندم. أنا عايز أقول لك أنت بتقولي في 30/6 كنت الدور لسه مخلص. لسه. الدور لغاية دلوقتي مخلص. احنا معاك يا رئيس، وبنشكرك على محمد. ربنا يخليه، ربنا يخليه لك. ده ابنك يا رئيس. ابننا صحيح، احنا سلمناه، ده ابنكم انتم. لا طبعا ابننا، وشرف صحيح. عظيم لسينا كلها. لا شرف لينا كمان. ربنا يخليك. وهو اتعلم الوطنيه في بيت الوطنيه، ومستعد الان وقادر على الحمايه مع زملائه ان شاء الله. ربنا يحميه ويحمي كل اللي زيه. اللهم امين. شاكرين، شكرا جزيلا. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه.